بشير يلي مشروعه لبنان سويسرا الشرق، بشير يلي أحيا الطبقة الوسطى رغم كل الحرب، ما كان حدا يعتلهم بكرة لأنه المشروع بإيد بشير. بدون يجربوا اليوم يبيعونا بلادنا أو يهربونا منا، غرب منه مستدرك أبدا أبعاد المأساة يلي عم نعاني منها. ساعة بيعتبر إنه هيدي أزمة مارونية مارونية، ساعة بيعتبروا إنه خلي الموارنة يتفقوا مع بعضهم، ساعة بيعتبروا إنه المشكلة لنحافظ على رئاسة أو على غيره. ما حدا عم بيقبل يفهم إنه العملية هي قضية وجود بالنسبة لإلنا بهالنقطة هيدي من العالم. بشير ابن بيير الجميل نشأ الانضباط والوطنية ضمن صفوف حزب الكتائب اللبنانية، ولا مرة نسي انه هو الكتائب بالقوات. خلق جروب جاما يلي بيضم رجال الفكر من كل الاختصاصات يتناقش معهم بكل الخيارات، ومرات كتير يقنعوه ويغيروا رأيه على حجم قسم معين او على حجم مجموعة معينة. قدرنا بهالمين سنوات نوسعها اكتر ونشرب فيها معنا مجموعة أكثر من فرقة صغيرة أو مجموعة صغيرة، انعملت على صعيد فريق لبناني طويل عريض. اليوم بدنا نعملها على صعيد كل اللبنانيين. بشير بلش بإنشاء مطار حمات يلي بيحمل اسمه، مطار بشير الجميل، بعد ما صار الوصول لمطار بيروت أشبه بالعجيبة، بعد تحويله لمرفق إرهابي بيستورد وبيصدر إرهابيي العالم. صار مطلوب من الدول يلي بتريد تحل أزمة لبنان، ويلي بتريد تحل أزمة لبنان لأنه حرام لبنان بيستاهل، بس كمان لأنه أزمة لبنان مهددتهم لألون وبصورة أسرع من ما هن بيتصوروها. حين الوقت بقى وقت يلي بيموت الويدو لمار نقول إنه سوريا يلي قتلوا، وقت يلي بيجربوا يعتدوا على دبلوماسي سعودي ما يقولوا لهجته غريبة، يقولوا لهجته سوري. بشير يوم اندحار المجموعات الفلسطينية وهروب جيش البعث من لبنان ما قبل انه ينمس اي رمز من الرموز الوطنية لللبنانيين معارضينه ومعارضين حزبه. بنكون عم نحدد لأولادنا بلد ما بيقعدوا يضطروا لا يحموا سلاح ولا يموتوا مثل ما ماتوا بلاد العالم الحديثة. بشير يوم انتخابه ما تعامل مع ابناء بلده كأنهم خاسرين للحرب. اجتمع بصاقب سلام ووليد جنبلاط المعارضين مجاهرة لوصوله للرئاسة، ووعد بتأمين كل الحرية للمعارضة، فالحرية السياسية خط أحمر بالنسبة لبشير. بتمنى من كل الصحافة اللبنانية ترجع على أرض الوطن، ما في لزوم نصدر بأبروس أو بباريس أو بلندن أو بألمانيا أو ما بعرف وين، نحن صحافة لبنانية نرجع لهون، بس بدنا نكون لبنانيين. بشير بواحدة وعشرين يوم بعد غياب 7 سنين الدولة انتظمت، والموظف واظب، والمرتشي ارتجف. ممنوع السماسرة بدولة بشير، نفخ بشير نفسه الصارم برماد الدولة المحروقة ورجعت للحياة. يلي خبص عن حس النية بدنا نعالجه بطريقة لبقى، يلي خبص عن سوء نية أو عن هذا رح نقول له يا أخي أنت ما بقى في محل لك هون. بشير بالمختصر رئيس مشروع لبنان، ومش رئيس للبنان المشروع يلي معروض للبيع حيلا طاولة مفاوضات ممكن تقرر مصيره ومصير أهله. نحن أزمتنا مرتبطة بأزمة أكبر بكتير من هاي، وهالأزمة انطرحت اليوم، وهالأزمة عم تنطرح بين العرب والفرس، يمكن بكرة تنطرح بين ما بعرف مين وما بعرف مين. ساعتها الأزمة اللبنانية بتكون دخلت بطور الحل، بس ساعتها بدنا نكون مهيئين لناخد هاللحظة التاريخية ونمشي فيها ونوصل على يلي بدنا إياه.